مريضتنا اليوم هي لاعبة تايكوندو، راجعتنا على العيادة تشكو من ألم وتورم في الركبة نتيجة إصابتها أثناء التمارين لرياضة التايكوندو، حيث كانت تعاني من ألم وتورم وانتفاخ في الركبة وعدم ثبات. وبعد الفحص السريري والشعاعي عملنا لها أشعة رنين مغناطيسي، تبين وجود قطع بالرباط الصليبي. وبعد هذه الإصابة طبعا خضعت لشوية تمارين وعلاج فيزيائي حتى نتأكد من عودة حركة الركبة لوضعها الطبيعي قبل العملية. وبعد التأكد من هذه الأمور تم وضعها على جدول العمليات، وسوف يتم لها اليوم إجراء عملية ترميم للرباط الصليبي بواسطة المنظار، والمفروض بعد العملية تخضع لتأهيل وعلاج فيزيائي مكثف من أجل العودة إلى نشاطها الطبيعي وممارسة رياضة التايكوندو. هذه هي الأوتار اللي أخذناها من نفس ركبة المريضة، وسيتم زراعتها عوضا عن الرباط الصليبي المقطوع لديها. والآن هنا بننظر على داخل ركبة المريضة، حيث يتم تنظيف مكان الرباط الصليبي القديم المقطوع، وضع وتحديد منطقة الرباط الصليبي التي سوف يتم زرعه، وحفر هذه المنطقة، وثم تثبيت الرباط الصليبي في هذه المنطقة. الآن سيتم التأكد من ثبات الركبة بعد زراعة الرباط الصليبي وتثبيته بالجزء السفلي من مفصل الركبة، وحيث بعد ذلك تستطيع المريضة العودة إلى حياتها الطبيعية وممارسة الرياضة بشكل احترافي، حيث أنها لاعبة في رياضة التايكوندو. وطبعا هذا كله بعد العودة وبعد الخضوع لبرنامج مكثف من العلاج التأهيلي والفيزيائي من أجل تقوية العضلات وممارسة التمارين الرياضية الخاصة بهذه العملية.